السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة التغيير، حياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي جولة مراسل. حلقتنا اليوم رياضية، حلقتنا اليوم راح نتحدث بها عن لاعب المنتخب العراقي من أبناء الموصل عبد الرحمن العجيلي، لاعب للدراجات الهوائية الجبلية. عبد الرحمن موهوب، عبد الرحمن لاعب مثل العراق طبعا بمحافل دولية ومحلية، لكن للأسف هذه الموهبة يعني لم تلقى دعم كافي من قبل الحكومة المحلية ولا من قبل الحكومة المركزية. بعد شوي راح نكون بالصوت والصورة بشكل مباشر مع لاعب منتخبنا عبد الرحمن العجيلي حتى يتكلم لنا عن أبرز الإنجازات، عن أبرز يعني حقيقة المحافل الدولية والمحلية اللي حققها واللي امتاز بيها، وكذلك يتكلم لنا عن أبرز المعوقات اللي تواجه هذه اللعبة. عبد الرحمن يعني ليس بلاعب فقط، لكن أيضا مدرب لديه فريق بمحافظة نينوى. فبعد شوي إن شاء الله راح نتكلم مع عبد الرحمن، خليكم ويانا، حياكم الله. الآن راح نلتقي مع عبد الرحمن العجيلي اللي تحدثنا عنه قبل قليل حتى يتكلم لنا عن أبرز المنجزات وعن هذه اللعبة. السلام عليكم عبد الرحمن. عليكم السلام. شلون الصحة حبيبي؟ حياك الله. أعطينا بطاقة تعريفية عنك لكن نريد نسمعها منك. بداية بطاقة تعريفية عن عبد الرحمن العجيلي. عبد الرحمن العجيلي لاعب منتخب وطني حاليا بالدراجات الجبلية، سابقا لاعب منتخب وطني بالدراجات الرود بايك المسافات الطويلة، وأيضا لاعب منتخب وطني بالترايثلون الثلاثية، وأيضا بطل جامعات بالسباحة ومدرب سباحة ومدرب دراجات ومدرب ترايثلون. ما شاء الله، مثلت المنتخب العراقي بهذه اللعبة؟ نعم. مثلت منتخب العراقي بطولة عربية بتونس بالسنة الفاتت. يعني لك تمثيل ومحافل عربية دولية ومحلية. نعم. تكلمنا عن هذه يعني عن هذه التمثيلات اللي مثلتها. كتمثيل لمحافظة نينوى عندي كثير مشاركات وكثير نتائج على مستوى القطر، يعني النتائج الثلاثة الأوائل كلها حاصل عليها في كل الرياضات اللي لعبتها سواء كانت دراجات جبلية أم رود بايك أو ترايثلون. لكن كمشاركات خارجية عندنا البطولة العربية اللي بتونس صارت جبلية، كنتائج كانت عندنا النتائج المتقدمة لكن ما حصلنا النتائج الأوائل بسبب ضعف الدعم الحكومي، ضعف الاهتمام بهاي الرياضة. بطولة تونس اللي شاركت بها بالسنة الفاتت طبعا كانت على ضوء بطولة أقيمت في محافظة أربيل، بطولة مفتوحة للدراجين العراقيين، شاركت بها وحصلت على 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 الدرجة الثانية، على المرتبة الثانية لفئة المتقدمين، وعلى ضوءها ترشحت إلى بطولة عربية اللي هي بطولة تونس. عبد الرحمن تكلم لي يعني شو وقت انضميت للمنتخب العراقي؟ متى مثلا بدأت عندك هذه الموهبة وهذا المام يعني بهذه اللعبة؟ طبعا الموهبة قديمة عندي، يعني من قبل 15 سنة يعني انضميت للاتحاد دراجات نينوى ب 2005، شاركت في البطولات العراقية اللي كان يقيمها الاتحاد العراقي، انسحبت المنتخب الوطني بالرود بايك المسافات الطويلة ب 2006، مثلت المنتخب وبقيت تقريبا 4 سنين في هذه اللعبة بالرود بايك، إلى أن انتقلت إلى لعبة ثانية اللي هي الترايثلون الثلاثي. الترايثلون الثلاثي بقيت بيها تقريبا من 2008 إلى حد 2014، إلى أن صارت نكبة الموصل توقفت كل الأنشطة الرياضية، وهذه بعد تحرير الموصل مباشرة رجعت إلى مزاولة رياضتي طبعا،
وشاركت بعام 2018 أيضا ورجعت للمنتخب الوطني. في عام 2019 صارت البطولة الأولى على مستوى العراق الدراجات الجبلية، شاركت بها أيضا ومباشرة انسحبت للمنتخب الوطني بعد حصولي على نتيجة متقدمة على المرتبة الثانية على العراق لفئة المتقدمين. بالنسبة للألعاب الأخرى، أنت ذكرت لي عدة ألعاب. نعم. يعني أنت متميز بها مو فقط الدراجات الهوائية، أتكلمني عن الألعاب الأخرى أيضا، مثلا عندك جوائز بها، مثلت العراق بها، لو فقط تمثيلك كان بالدراجات الهوائية. الألعاب الأخرى اللي هي مثلا رود بايك والترايثلون الثلاثية، السباحة على مستوى جامعات ما شاركت كبطولات على مستوى قطر، لكن الترايثلون والدراجات الرود بايك شاركت وعندي حصلت يعني على نتائج متقدمة، يعني أول على العراق في اللعبتين حصلت بالترايثلون وبالدراجات الرود بايك، لكن ما حالفني الحظ أنه أمثل القطر خارج العراق. ذكرت لي معسكر تدريب اعتقد ما عندكم بالموصل، يعني طبعا. هذا ايضا معوقات، هذا ايضا يعني صعوبات. اي كمعسكرات تدريبيه بالموصل ما اكو نهائيا. معسكركم وين حاليا؟ احنا كمعسكر فقط من يصير معسكر تدريبي للمنتخب العراقي ننسحب عليه، مثلا يقيموه في محافظه اربيل او في المحافظات الجنوبيه سواء كان الديوانيه او الناصريه فقط، اما منتخب او معسكر تدريبي داخل محافظه نينوى ما اكو نهائيا. طب وزاره الشباب والرياضه عندك هنا مديريه الشباب والرياضه في نينوى، يعني ما تكلمتوا وياها، ما طالبتوا مثلا بفتح معسكر لكم بدعم لهذه اللعبه؟ والله طالبنا كثير، يعني نحكي ويا الانديه كثير مثلا ناشدهم انه اهتمام بهاي اللعبه، بتوفير مثلا ابسط المستلزمات لنا، مثلا ابسط مثال مكان للتجمع الدراجين الرياضيين حتى يجون مثلا يغير ملابسه وينطلق للتدريب، ابسط الامور هاي ما وفروا لنا اياها، ماكو توفير، يعني ماكو اهتمام حكومي لهاي اللعبه نهائيا بهاي المحافظه. حياكم الله من جديد، رجعنا لكم. عبد الرحمن تكلم لي عن فريقك، شو وقت يشكل، اعداد الفريق، ابرز انجازات الفريق. طبعا فريق الدراجات حاليا محافظه نينوى اكو فريقين، فريق الرود بايك اللي هو مسافات طويله وفريق الجبلي. فريق الرود بايك موجود من 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 قبل، يعني من قبل 2003 محافظة نينوى بها فريق دراجات، لكن الفريق دراجات جبلية شكلناه بعد 2019 بعد البطولة اللي قيمت في محافظة أربيل مباشرة، شكلنا فريق. هسه حاليا عندنا في محافظة نينوى فريق مكون من تقريبا 6 أشخاص، 3 منهم منتخب وطني والبقية عن عدهم إن شاء الله راح يصعدون للمنتخب الوطني بأقرب فرصة. طبعا على أساس كان أكو بطولة بهاي السنة، لكن جائحة ظروف جائحة كورونا حالت دون إقامة أي نشاط رياضي بهاي اللعبة. اليوم مطالبات عبد الرحمن، مطالبات فريق عبد الرحمن من الحكومة المحلية، الحكومة المركزية عفوا، من وزارة الشباب والرياضة، مطالباتكم شنو؟ شنو اللي تحتاجوه؟ والله مطالباتنا يعني بالدرجة الأساسية مستلزمات اللعبة، أبسط شيء كدراجات، نريد دراجات الظاهي يعني بقية الأندية حتى من نشارك بها مثلا تحول دون أي عوائق أو ما تعيقنا في السباق. مطالبات أخرى هي توفير أبسط شيء يعني راتب للاعب حتى يقدر يتفرغ للعبة بشكل تام. هسه أغلب اللاعبين اللي ويانا ما يقدر يتفرغ، ليش؟ لأن عنده مسؤولية، يريد مثلا قوت يومه،
فكاهتمام من الحكومة ما أكون أريد اهتمام، أريد دعم لهاي اللعبة، أريد مكان خاص مثلا لتجمع اللاعبين حتى يقدرون ينطلقون من خلاله للتمرين. خلينا شوية مش عبد الرحمن، نعم، حتى يسألك أيضا يعني اليوم المستلزمات، نعم، عندك هاي بالكم بايسيكل بارات من خوذة خلينا نسميها، نعم، يعني هاي بالكم مستلزمات عليكم أنتو بالضبط، هذه كل ذاتي كل التمن من عندنا نوفرها، يعني كدراجات جبلية هي لو تجي عليها هسه أنه كقيمة مكلفة، يعني الدراجات المطلوبة بالسباق حديثة وضمن مواصفات حتى تقدر مثلا دراجات اللي عندكم يعني متوفرة دراجات تقريبا؟ الدراجات اللي عندنا ناخذها هذه من البالة من السوق اللي موجود عندنا على حسابنا الخاص، هي ومستلزمات هي حسابنا الشخصي، هي ومستلزمات الخوذة والحذاء الخاص بالدراجة. فريقك من كم عنصر متكون؟ حالياً فريقنا بالدراجات الجبلية 6 أشخاص. 6، شو وقت تأسس بالضبط؟ تأسس ب 2019 دراجات جبلية. شلون جتك هذه الفكرة أنه تأسس لك فريق يمثل محافظة نينوى؟ من صارت أن توجهت دعوة لمحافظة نينوى على إقامة بطولة دراجات جبلية على مستوى العراق، أنا أزاول هاي اللعبة من يعني من زمان، نقدر نقول من 15 سنة. 15 سنة. عندي أصدقاء من يحبون هاي اللعبة، فصار التنسيق بيناتنا أنه نشارك بهاي البطولة، فمن شاركنا وحصلنا نتائج متقدمة مباشرة اقترحنا أنه تشكيل فريق محافظة نينوى، فريق دراجات جبلية، وشكلنا الفريق والحمد لله يعني هسه على تواصل، وأيضا بالأسبوع بين 2 إلى 3 نطلع ندي التمارين اللي مطلوبة من عندنا. تمام، زين، تكلمنا عبد الرحمن، أنا خلي أسألك هذا السؤال، يعني حقيقة أكو وعود مثلا من قبل وزارة الشباب والرياضة الحكومة طالبتوا أو وعدوكم مثلا أنه مثلا يوفروا لكم الدعم الكافي، حصلتوا وعود لكن كل شيء ماكو؟ والله بصراحة وعود سمعتوا أي يعني هسه حاليا غير يعني ماكو حتى جهة تسمع عنا، يعني حتى نطالبها يعني كوزارة الشباب والرياضة، يعني خلي نقول مثلا قد ما طالبتوا وناشدتوا ما أجتكم مثل وعود آمال مثلا راح نساعدكم راح نعطيكم راح كذا بس كل شيء ماكو؟ لا، أكثر من مرة ناشدنا بالقنوات الفضائية على الدعم هاي اللعبة، لكن للأسف ماكو أي استجابة نهائيا. نهائيا الفائز الثاني عبد الرحمن سبهان من نادي مستقبل نينوى، بطل مؤمن، بطل رحمن. عبد الرحمن، اتكلم لنا عن الرحلة اللي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه قبل فترة طبعا ذهابا وايابا رحت يعني بالدراجة الهوائية الاربيل ورجعت، يعني هذه المغامرة حقيقة انه رحت الاربيل ورجعت بدراجة طالع مثلا لبغداد للسماوة للبصرة لو فقط لاربيل، كانتقال بين محافظات لا، هذه نقول المغامرة الأولى لي، بس عندي مسافات طويلة قاطع كمسافات إلى 200 كيلومتر يعني باليوم الواحد، لكن هذه صارت نقول كمغامرة أولى اللي، وإن شاء الله عندي تخطيط مغامرات أخرى حتى خارج العراق إن شاء الله، وعندي أيضا هواية التصوير أدمجها مع هواية الدراجات الهوائية، أغلب أوقات فراغي أقضي أنه أروح أتجول بالدراجة على المناطق القديمة أصور وأوثق حجم الدمار اللي صار بيها وأوثق الإهمال اللي صاير بهاي المناطق الأثرية اللي تعتبر روح الموصل، أريد أوجه الأنظار عليها، أريد اهتمام من الحكومة على هاي المنطقة اللي هي تمثل تاريخ الموصل حضارة الموصل، دائما أصورها وأوثقها وأنزلها بمواقع التواصل الاجتماعي. حلو، طب هذه المغامرة يعني هواة التصوير اللي عندك كذلك يعني لاقت استجابة مثلا من قبل أشخاص
اكو اشخاص يدعموك بعيدا عن وزاره الشباب والرياضه، بعيدا عن الحكومه. احنا دائما يعني حقيقه يمكن ببلدان الخليج اكو مواهب تتمناها، مثلا يعني رجل اعمال يتمناها، اكو ناس مثلا واصله، اكو ناس تمنت هذه الموهبه، مثلا اكو ناس تبرعت ساعدتك ساعدت فريقك. لا كانه احد يتمنى هيك شيء ما صار نهائيا، لكن لاقت استحسان المجتمع الموصلي والعراقي بشكل عام حسب ما شفت بعد نشرها بالمواقع التواصل الاجتماعي. ايضا تقدمت لي عروض من احدى الفضائيات على انه اقدم كحلقة تجوال في الدراجة انه على قناتهم، وهسه اكو حاليا ربما راح على احدى الفضائيات ان شاء الله كجولات بالدراجة الهوائية، برنامج راح يكون ان شاء الله. شكرا عبد الرحمن، شكرا لك يا حبيبي. اذا من عبد الرحمن وصلنا واياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي انا في الاعداد والتقديم، كان معكم سعد منصور، وتحيات كذلك المخرج والمصور المبدع محمد تشياد ومساعده محمود حازم. إلى حلقة أخرى وموهبة أخرى، نترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.